رحب بحضراتكم معانا مرة تانية في ملف العلاقات المصرية الخارجية. كلام كتير يتقال، القفزة الهائلة اللي حصلت لشراكات استراتيجية، تحالفات مختلفة، توازن في مختلف العلاقات الدولية، تأكيد على دور مصر في محيطها وطبعا دورها الإقليمي كمان، إشادة كمان شفناها من قبل المجتمع الدولي في قضية في منتهى الأهمية. يمكن عجزت جميع الدول، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية شفنا رئيسها بيتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويشيد بموقفه الداعم واللي أدى للتهدئة في قطاع غزة والوصول لتثبيت الهدنة. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة في الملف ده قال مش هنفضل يعني في هذه الدائرة المفرغة، يحصل اعتداء وعدوان ونتكلم على تفاوض ونتكلم على تهدئة وهلم جرة، لازم يكون في حل عادل للقضية الفلسطينية، لازم العودة لطاولة المفاوضات، لازم القضية الفلسطينية دي يكون ليها مكانتها ويكون المجتمع الدولي طرف أصيل في هذه المعادلة وصولا للحق الفلسطيني المشروع. النهاردة في هذا الإطار التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. الحقيقة كان في عدد من التصريحات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا اللقاء اللي أكد من خلاله على أن مصر بتؤكد على دعمها لكافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط استنادا لحل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية. والرئيس كمان أكد على أهمية دعم المجتمع الدولي الجهود المصرية اللي بتتم بالنسبة لإعادة الإعمار في قطاع غزة. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. ومن الجانب الإسرائيلي الدكتور أيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي، والفريق أول ألي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، والسيدة شمرات مائير كبيرة المستشارين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما شدد السيد الرئيس على أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة. تحدثنا بصراحة جدا وبشجاعة جدا زي ما فخامة رئيس الوزراء بيقول، ولسه هنتكلم أكتر من أجل بلدينا ومن أجل المنطقة. احنا دايما في مصر تحدثت مع دولة الرئيس في هذا الامر، احنا بنسعى دائما من اجل السلام والاستقرار والبلاد والتنمية والتعمير بعيدا عن اي شكل من الاشكال اللي تؤدي الى خلاف ده. حتى في قضايانا اللي اتكلمنا فيها لما اتكلمنا على السد والعيد في تفاهم مشترك فيما يخص هذا الموضوع، قلت له هذا الموضوع احنا بنحاول نعالجه في اطار من يعني التفاوض والحوار وصولا الى اتفاق بشان هذا الموضوع المهم بالنسبه لنا اللي بنعتبره حيوي. تحدثنا عن برضه عن القطاع واهميه الحفاظ على السلام ووقف اطلاق النار واهميه الاستقرار واهميه الدعم الاقتصادي للقطاع وتحسين احوال الناس سواء كان في الضفه الغربيه او في القطاع. يعني انا بقول باختصار رحب بك. وقد اكد السيد الرئيس دعم مصر لكافه جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الاوسط بما يسهم في تعزيز الامن والرخاء لكافه شعوب المنطقه.